السلام عليكم، مرحبا بكم معي في القناة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا نحضر واحد الكغاطا من الشيفلور اللي كيجي اكثر من رائع، يعني بلا ما كنحتاجوا لا اللحم ولا الدجاج، وكيجي لذيذ بزاف وبطريقة اللي هي سهلة وبسيطة، وكيوجد معنا يعني كيوجد دغيان، ما كياخدش الوقت، وايضا اللي كيمكننا نرفقوه مع اي حاجة بغينا، كيجي لذيذ بزاف كواحد الوجبة اللي كيمكننا نقدموها سواء في العشاء او في الغداء، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، وكنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم. وقبل ما نمر لطريقه التحضير، اللي باقا ما شاركتش معايا في القناه تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا خليكم مع طريقه التحضير. فهنايا بالنسبه للطريقه والمقادير، اول حاجه خديت هنايا الشيفلور بعد ما نقيته، ودابا نعملو يتبخر. انا هنايا كنفضل انني نبخره حسب ما نعملو يتسلق، لان ملي كيتسلق كيجي فيه الماء بزاف وما كيبقاش محافظ على الفيتامينات ديالو، يعني من احسن كنعملو هكا يتبخر. هنايا بعد ما كنعملو في الطنجره، من بعد ما كيكون الماء ديالها سخان مزيان، كنعملو يتبخر وكنضيف عليه واحد شويه ديال الملحه، ومن بعد كنغطيه وكنخليه حتى كيتبخر مزيان عاد كنوجدو. وهنايا كناخذ واحد المقله كنعمل فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون، وكنضيف عليها واحد البصله كبيره من بعد ما قطعتها الى طريفات صغار، وايضا كنضيف واحد ثلاثه ديال الحبات ديال الثوم مدقوق، وهنخلط كل شيء مزيان وهنخلي ديك البصله حتى كتقلى مزيان. وهنايا من بعد ما بدات كتقلى معايا البصله مزيان، فهنايا كنضيف عليها المطيشه او الطماطم من بعد ما حكيتها هدايا في الحكه كرقيقه. فبالنسبه للقياس فهنا تقريبا عندي 500 غرام ديال المطيشه. وبالنسبه للتوابل فهنعمل هنايا شويه ديال الملحه، هنا تقريبا عندي ملعقه صغيره ديال الملحه، وكنضيف هنايا ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، وهنايا كنضيف واحد شويه ديال الفلفل الاسود، وهنرجع نخلط كل شيء مزيان وهنخليه حتى كتعقد ليا لاصوص، يعني حتى كتنشف من الماء مزيان. هنايا من بعد ما عقدت معايا لاصوص مزيان، دابا كنضيف عليه واحد ملعقه صغيره ديال الزعتر، وكنخلط كل شيء مزيان، وها لاصوص ديالنا واجده. وهنايا خديت هاد الإناء هدا اللي هندخلو للفران، وهنايا كناخد نصف كمية ديال لاصوص اللي هنعملها كطبقة الأولى في الطبق بهاد الشكل هذا. وهنايا كنضيف الزيتون الاخضر اللي مقطع هدايا رقيق، فهذا كيبقى اختياري، فهنا تقريبا واحد جوج معالق كبار. وهنايا من بعد ما مات الشفلور كامل، فهنايا كناخد ديك نصف الكميه ديال الصلصه اللي بقات لي، وكنعملها فوق الشفلور بهاد الشكل هذا، يعني كنوزعها غير بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل ديك لاصوص اللي بقات لي كامله. وفي الاخير كناخذ الشيفلور من بعد ما تبخر ومن بعد ما طاب مزيان، فهنايا كناخذه ومباشره كنعملو فوق لاصوص ديالنا بهاد الشكل هذا. فكيف كتشوفوا معايا، من بعد ما كنكونوا مبخرنا الشيفلور كيجي ناشف من الماء، يعني ما كيبقاش فيه ديك الماء. وهنايا كنعملو فوق صلصه ديال الطماطم، وهنايا في الاخير هنوجدوا صلصه ديال البيشاميل. فهنايا نوريكم واحد الطريقه باش كتجيكم صلصه البيشاميل، كتجي سهله وكتجي معلكه وبلا ما كتكور معكم الدقيق. اول حاجه هنايا خديت واحد الاناء اللي عملت فيه ملعقه كبيره ديال الزبده طريه، وهنخليه حتى كتذوب ليا ديك الزبده مزيان.
وهنا كيف شفتوا معايا فالزبده خليتها حتى ذابت مزيان، ودابا كنضيف عليها واحد النعقه كبيره ديال الدقيق الابيض. هنا من بعد ما كنعمل الدقيق كنخوي عليه الحليب مباشره، فهنا عندي 500 مليلتر ديال الحليب العادي، كنضيفو على داك الدقيق هيدا وكنخلط بالزربه. هنايا كيدوب معايا داك الدقيق وما كيتكورش. هذه هي الطريقه اللي هي سهله ويعني وكتنجح معنا من اول مره. فهنا نخلط كل شيء مزيان حتى كنشوف بان داك الدقيق داب. ونايم بعد ما خلطت كلشي مزيان، فانا هنا كنضيف واحد شويه ديال الجوزه محكوكه معها واحد شويه ديال الفلفل الاسود، وايضا كنضيف واحد شويه ديال الملحه، وهنخلط كلشي مزيان وهنخليه حتى كتعقد ليا الصلصه ديال البيشاميل مزيان. هنايا ما كنوقفش من التحريك، يعني ضروري كنبقاو نحركوه حتى كتعقد معنا الصلصه. وهنايا من بعد ما وجدت لي صلصه ديال البيشاميل، هنايا كنحتاج 200 غرام ديال الموتزاريلا او جبن موتزاريلا من بعد ما حكيتو هذا رقيق. فهنايا كنضيف نفس الكميه ديال الجبن فوق الشيفلور بهذا الشكل هذا. وهنايا كنخوي ديك الصلصه ديال البيشاميل اللي سبق لينا وحضرناها وهي مازال سخونه، فكيف كتشوفوا معايا فبالنسبه للبيشاميل فانا ما كنخليهاش حتى كتعقد بزاف. وهنايا كنقويها فوق الشيفلور بهذا الشكل. وهنايا في الاخير كنضيف الكميه ديال الجبن اللي بقات لي اللي كنعملها فوق صلصه البيشاميل بهذا الشكل، ومباشره كندخل القالب ديالي للفران حتى من بعد ما كنكون سخنته اكيد من قبل على درجه الحراره 180 درجه، وكنخليه حتى كيتحمر مزيان عاد كنخرج. وهنايا من بعد ما تحمر لي الكغاتان كيجي بهذا الشكل هذا. هني مباشره كنقدموه هو مازال سخون هيدا باش كيجي لذيذ. فكيف شفتوا معايا الطريقه فهي سهله وبسيطه وكيوجد دغيا، يعني ما كياخذش الوقت بزاف، ايضا ما كيحتاجش المكونات اللي هي بزاف، يعني ساهل. وكيف شفتوا فانا هنا نوريكم كيفاش كيجي، يعني ملي كنقطعوه وكنقدموه هيدا في الطبيسلات، وايضا كيمكننا نرافقوه مع لي سلطات. الصراحه كتجي وجبه رائعه وكتجي لذيذه بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها. كنتمنى ايضا تكون عجبتكم الحلقه اليوم، و اذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تعملوا الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، السلام عليكم.